خير يا هشام؟ ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ خضتني. لا 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 خير، ما تقلقيش. انا كنت عايزك تكلمي جميله. اكلمها في ايه؟ نرجع لبعض يا فندم. تتكلم جد؟ الحاجات دي فيها هزار يا ابني. اللي بينكم بقى كبير قوي، محاكم وصور وتجريح، الله يجازي اللي كان السبب يعني. بس الحاجات دي بتحصل عادي لما بيكون في خلاف، وانا ما كنتش عايزه اطلعها. انا عارف ان انا غلطت كتير، بس يعني هي اللي بدات. يا ابني انا مش بقول مين غلطان، انا بقول وصلتوا لايه. امبارح جميله وصلتنا انا وعايشه البيت. جميله؟ ولو شفتي عيشة كانت فرحانة ازاي، كانت صعبت عليكي. طب وليلى؟ خلينا بجميلة دلوقتي. انت عارف ان انا اكتر حاجة بتمناها في حياتي ان انتوا ترجعوا لبعض، لان اللي حصل بينكم مش بس هد بيتكم، ده هد بيتي انا كمان. عارف، والله العظيم عارف، وان شاء الله كل حاجة تتصلح. طيب انت كمان اكيد عارف ان العلاقه بيني وبين جميله ما تسمحش ان انا اتكلم معاها، بس انا هقول لابوها يكلمها.